اخترنا في المنظمة الديمقراطية للشغل أن نضع عليها شعار، شعار طبعا لقد شاهدتموه، هو شعار من أجل العيش بكرامة، فيفر دون لا دينيتي، لأنه الطبقة العاملة المغربية مع كامل الأسف تدحرجت بشكل كبير، اليوم بدأت تقرب من الطبقة الفقيرة رغم أنها عندها بعض الأجور، لأن الأجور ديالها تآكلت وتراجعت قيمتها بشكل كبير، وهذا اللي جعلنا أنه نقول بأنه اليوم المغاربة والطبقة العاملة بغي العيش بكرامة، اللي غيضمن لها الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الصحي والدوائي والأمن الفكري كذلك، هذو هما المطالب الحقيقية اللي اليوم في إطار مجانية التعليم ومجانية الصحة والسكن اللائق. مع كامل الأسف كنا نأمل من الحكومة الحالية أنها تراجع وتتم القضاء على المخلفات ديال الحكومة السابقة اللي كان واحد الإرث ثقيل جدا، سواء نظام التقاعد أو القضاء على صندوق المقاصة أو تسريب قانون ديال حرية الأسعار والمنافسة، لكن الحكومة الحالية استمرت على نفس المنوال، استمرت على نفس النهج تقريبا، النهج ديال الحكومة السابقة فيما يتعلق بتدمير القدرة الشرائية للطبقة العاملة والطبقة الفقيرة في المجتمع. لهذا تنطلبوا بزيادة عامة في الأجور، بعدالة ضريبية بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ونظام الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الواسعة للاستهلاك وعلى المحروقات، لأن هذا ارتفاع أسعار المحروقات هي اللي عليها انعكاس على المواد الغذائية الأساسية. لهذا اليوم اللي ربح أكثر في هذه السنة هم شركات المحروقات، هم المضاربين، هم شركات ديال صناعة المواد الغذائية، حققوا أرباح خيالية. وشكون المتضرر؟ شكون أدى الثمن؟ الطبقة العاملة والفقراء في هذا المجتمع. نتمنى أن تأخذ الحكومة إجراءات متسرعة من أجل زيادة عامة في الأجور وفي المعاشات، لكن كذلك هذا الدعم المباشر للأسر تبدأ به من غدا، راه هاد الفقراء ما غيبقاوش ينتظروا سنوات باش تجي تعطيهم داك الدعم رغم بساطتي، ولكن اليوم آن الأوان نظرا لهاد الأسعار المرتفعة أنها تبدأ في تقديم الدعم. ما ننتظروا السجل الاجتماعي الموحد، علينا على الحكومة تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة. من هاد المنبر هاد منابر هادي نطالب الحكومة بالاستجابة لكافة المطالب ديال عموم الشغيلة وعموم العمال من أجل عيش كريم ومن أجل الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ومن أجل توفير جميع الحاجيات الأساسية للعيش الكريم ومحاربة الغلاء ورفع من أجور العمال والموظفين والمستخدمين، وخاصة يجب إعطاء واحد الأهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية كالصحة وكالتعليم، لأن هذه القطاعات هذه القدرة الشرائية ديال المستخدمين والموظفين بها أصبحت في الحضيض، والملفات ديالهم راه في الحوارات القطاعية، ونطلبوا بأن الحكومة تعطي أهمية وتعالج هذه الملفات هذه بجدية. أنا كنمثل الأطر الصحية، وأنا هنايا باش نناضلوا على ود المطالب ديالنا، أن زادنا في الأخطار المهنية والعيش في كرامة، وكنتمنوا أن الأطر الصحية في المغرب كامل أنها تنال كاع المبتغيات ديالها، وهذا النهار هذا نهار حفل كيحتفل به جميع المغاربة، وكنتمنى أن جميع الحقوق وجميع الأشياء التي كنطالبوا بها حاليا هي المنظومة الصحية أنها غادي تحول.